سبور ماكس حمزة المغيربي. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من سبور ماكس. توا 5:11 أنا في تعويض لزميلي حمزة المغيربي ليرجع لكم انطلاقا من الأسبوع المقبل. طلوا عليك لمان يا حمزة، الولاد توحشوكم وقلقوا مني أنا ومن بشرة والناس كل ارجع توحشناك وبشي قربوا. مرحبا بكم إذا من جديد. بعد شوية باش نحكيوا على البلاي أوت، النتائج والترتيب، فوز السيابي على مستقبل سيمان البارح، قبيلة شوية فاز ملعب تونس وانفراد بالصدارة على حساب عمل حمام سوسة 2-1، نجم تلاوي يفوز على أولمبيك سيدي بوزيد كذلك بنفس النتيجة 2-1. النتائج والترتيب والتحاليل الفنية والتصريحات بعد شوية، لكن تو سويت شاكر باش نحكيو على موضوع تحدثنا فيه من عاش ذولي 150 مرة قبل، وذي المرة 151 ولا هي أكثر، اللي هو العنف في الملاعب. لكن الحقيقة كيفاش نقولها، منسوب العنف اللي صار الجمعه هذيا غير عادي. بديناها بمباراه جلمه الاسبوع في الويكاند اللي تعدى نهار لحد اللي فات، اونترتون البارح صار ما صار في الزواوي، صار ما صار في قفص في مباراه قفصة وجرجيس، وصار ما صار في مباراه المكنين وجربه. هذا الكل راه نحكيه على حاجه في ظرف 24 ساعه، مانيش نحكيه على عنف في الملاعب. الموضوع كمتاع هاي ما لقينا ما نحكيوش، نحكيه على عنف في الملاعب كنعاودوا في نفس الحكي. ثلاثة حالات نحكيه البارح فريمون مشاهد ما نجموش نعديهم. كان عديو مشاهد نتاع قيس زواغي كيفاش راسه، سامحوني في كلمة محلول، لما فيسبوك يبانينا الكل ما نجمعنيش الحق، الدم دمومات شرت راسه محلول، إيقافات. البارح صار ما صار في الزواوي أنكور اون فوا، وغاز لاكريموجين في وسط الصالة بسبب تصرفات ما فهمناهاش صبيانية أيام اللاعبين، وردود فعل صبيانية أكثر من الجمهور. يعني ونحكيو على شهر رمضان المفضل، هيت خش علينا توا في شهر رمضان ولا مش شهر رمضان؟ تعليقك يا شاكر في هالثلاثة حالات في أقل من 24 ساعة. هو الحقيقة كما قلنا أيمن معناتها بالحق، معناتها دي بوان دانتيروغاسيون اللي اليوم معناتها ما فما حتى واحد يجاوبك. معناتها أنا تعرف فيش بيهت أيمن، أوكي الحكايات هذو الكل صاروا البارح، ولا القرارات وين 24 ساعة بعد؟ معناتها فما قرار، فما خبر، فما عقوبة، فما شكون تعلق، فما شكون توقف، فما شكون قالوا راهو خلاص يعني هذا متحمل مسؤوليته. مثلا المقابلة اللي صارت فيها اللي سابا نتمنيه الشفاء القيس زواغي المدرب، مدرب ترجي جرجيس، رجل معناتها 8 غرز. الحكم رسميا معناتها المعلومة ثابتة أيمن أن الحكم محرز المالكي دون أنه فما إلقاء مقذوفات وحجارة، ولكن لم يدون أنه راهو فما إصابة متاع معناتها المدرب طايح قدامه، والمقابلة وقفت، ومن بعد رجعت المقابلة وتواصلت المقابلة وكأنه شيئا لم يحدث، وتغرز راس قيس الزواغي وما معناتها ما صار شيء وبوس عمل. كيفاش تكمل المقابلة؟ كيفاش كملت المقابلة؟ كيفاش تكمل؟ وهذا السؤال، كيفاش تكمل المقابلة وقت اللي فما واحد من ليزوفيسيال معناتها حاضر ماهوش أربيتر، حاضر كجا حكم كما صار في ماتش النادي بنزرتي، مباراة اللي وقفها الحكم مباراة ملعب تونسي ونجم الساحلي، خاطر حكم يحامي على المراقب الخط نتاعو، ما مدرب نسيتش ومش أول مرة تصير. ونحن ما تنانيو سوء الحد سواء حكم ولا مدرب، لكن الحقيقة نقاط استفهام ولا لا. مشاو مسؤولين نتاع ترجي جرجيس يحكيو مع حكم محرز المالكي، حكيو معاه قالوا له شوف راهو لونترونور نتاعنا الكوتش مضروب، قال له مش بيني أنا عاد المنفذ باش نعاين معناتها الإصابة نتاعو. أنا بالنسبة ليا توقفت المقابلة، تو نشوفوا وقتاش الحماية المدنية تتدخل ويغرزوا له ويرجع كان ينجم يقف على التوش. ما كانش تو هو يحكم زاد هو حكم ورجع معي المقابلة وانتهيت بالتعادل هدف لهدف، وصارت معناتها فما نقطة أخرى زاد ما نساوش ربي جوست لحظة برك قبل النقطة هذه هيت نذكروا كونه صار تنقيح القوانين نتاع جامعة تونسية كرة القدم نهار 29 ديسمبر، و القانون بعد ما تنقح تحاقبوا به زوج جمعيات الملعب التونسي وهلال الشاب، وقت اللي تصير القاء مقذوفات ويقع اصابه واحد من ليزوفيسيال تقف المقابله 20 مليون وتقف المقابله واربعه ثلاثه مباريات خارج الملعب خارج الملعب نتاعها. دونك والنتيجه كيفاش تكمل؟
تكمل نفس هزيمه 3 بلاش خس ديجا الملعب التونسي ملعب التونسي خسروها والهلال الشابه كيف كيف زاد خسرت بون هما وقتها في النتيجه هذيك ديجا هما خاسرين في النتيجه نتاع المقابله هذه 1-1 لكن نستناو قرارات نتاع مازال نستناو القرارات لكن المقابله كملت معناتها ديجا لهنا كملت فما خرق للقانون اثنين فما حاجه معناتها المسؤولين نتاع قوافل القفصه فتحوا البيبان للجماهير مجانا للدخول وتعرف معناتها فما امور معناتها تنظم دخول عدد الجماهير صار يعني دخول عدد جماهير اكثر برشا من اللي معناتها اسمح به الامن واللي تسمح به الرابطه معناتها اليوم تجاوزات من قبل المقابله وفي وسط المقابله وبعد المقابله اليوم هل انك خاطر قوافل القفصه مع احتراماتنا قوافل القفصه من حقك انك ترجع للرابطه المحترفه الاولى وتطلع لكن اليوم مش بالطريقه هذه معناتها اليوم الحقيقه برشا نقاط استفهام المحرز المالكي يسائل على التقرير اللي كتبه يلزم نعرفه بالضبط هل أشار لإصابة القيس الزويغي المدرب ولا المعلومة اللي عندي إنه ما أشارش فقط أشار إنه تم إلقاء المقذوفات والحجارة بصفة كبيرة على كان مش هو مراقب المباراة يعني على الأقل التقرير متاع مراقب المقابلة ولا متاع الأمن هذوما كل تقارير يا سيدي ما تصورش كيفش تفوت الناس الكل كيف كيف اللي صار في الصالة قاعة الزواوي معناتها اليوم معناتها بارتو وين تمشي المرفات نحكي وزادة في كرة الطائرة في فتيات نفس الشيء معناتها مقابلة تتوقف معناتها كل جمعة كل أسبوع ذيرة ولأنه احنا نتابعوا معناتها بعض المعطيات لأنه كان جات التلفزة تنقل ولا كان جات فما معناتها بلاتفورم تنقل مقابلات راك شفت الكوارث معناتها ذيرة وناس بالبورتابلوات متاحة باش نجمنا نشوفوا حجم الخطورة متاع الإصابة ربي يشفيه قيس الزواغي وما نعرفش الحقيقة شنو هو القرار اللي نجم يغير الواقع هذا صعيب برشا في تونس مع الأسف الشديد لأنه لو كانت زيت ثم قرارات ردعية من قبل راهو ماهوش الأمور هذه قاعدة تعاود ورانا مش كل مرة نحكي في نفس المواضيع يعني إلى درجة أنه ولينا نلقاو تحرج ولينا نقلقوا باش نقعدوا نعاودوا نحكي في نفس الموضوع نعاودوا نلكلكوا سامحوني في الكلمة في نفس الكلام ماذا حدث في قاعة الزواوي بعد شوي يكون معنا لاعب نجم الساحلي مروان مرابط بالهاتف فاصل صغير ثم راجعين في حصتنا لليوم في سبور ماكس مع حمزة المغيربي على EFM أحلى غاديو. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع وتحية مرة أخرى لحمزة المغيربي نعود نقول له بان وعليك لمان يا حمزة يرجع بالله يرجعنا بالله يرجعنا من الأسبوع المقبل وحتى ما نساش عمل شوية تليفون الشاكر تليفون ما تخليهمش ما تخلي ما تبعدش برشا معنا جاوبنا جاوب على الواتساب حب نطمنوا عليه ذكر الأقل ماذا حدث البارح في قاعة الزواوي الترجي فاز على النجم الساحلي في بلاي أوف البطولة ثلاثة أشواط مقابل الشوط إلى حدود نهاية المقابلة ما شفنا حد شيء لكن فجأة صار ما صار واختلط الحابل بالنابل وأصبحت عمليات كر وفر موجود معنا في المباشر لاعب النجم الرياضي الساحلي مروان مرابط مساء الخير مرحبا مروان السلام عليكم شحوالك الحمد لله مرحبا بك مرحبا بك ومرحبا بكيفة الحضور في نعيم وفي شاكر وفي شكري مرحبا والله اقعد لحظة يا مروان اقعد معايا خلينا نفسر العباد يقول قايل علاش انا من دون مسار البارح الكل في الزواوي خذيت مروان مرابط بالذات لانه اصابع الاتهام الكلها تتجه نحو مروان مرابط اللاعب رقم 13 في النجم الرياضي الساحلي اللي قام بحركه حب ينحي باش من واحد من لي جروب الترا نتاع الترجي الرياضي التونسي فصارت رده الفعل حبينا ناخذه من عندك انت شنو صحيح وشنو الغلط خاصه انه الفيرسيون هذه جيت تقريبا من كل حاضر في قاعة الزواوي من صحفيين من ناس محيطة من كذا شنو اللي صار يا مروان وعلاش حبيت نحي الباش خويا ايمن ما نحيتش لا نحيت باش لا حبيت نحي باش معناها بتتر العباد الكل توا معناها من اللي صارت الحادثة نتاع عمناوي اللي في تشاقس مروان المرابط ولا معناها اي اصابع الاتهام تمشي ديريكت مروان المرابط النجم الساحلي ديما كل مباراة ندخلوا باش نلعبوا ماتش ولا ماشيين سواء هوم بولي باسكيت ولا فوت ما نعرفش في اي صناعة في تونس اكثر عندي معناها احداث الدوره وكل شيء اما نجم الساحلي كل ما يجي يلعب مباراة مازلت ما نحكيوش على استفزازات معناها بتاع كلام واحد الور معناها تدخل من البيبان معناها عندك استفزازات مازلت من داخل الصاله تبدا استفزازات وتبدا معناها الكلام والواحد فهمتني دونك احنا كجواريت راهو استنسنا بالوضع هذايا ومعناها ولات تتعدى فهمت
اما توا اللي انا معناها ما نحبش معناها العباد تبدا واخذ فكره غلطه معناها على مروان. ديما كل حاجه مروان المرابط صار كان تصير عركه توا في الشارع العباد مرابط مع واحد تصير عركه يقولوا مروان المرابط هو اللي عملها العركه. دونك خويا سامحني اللي صار البارح في شارع الزواوي معناها دخلنا نلعب على رواحنا مباراة احنا صعب احنا مجوارة الاسفيرانس معنا حتى المشاكل بين بعضنا وكل شيء اللي صار معناها صار كل مع الجمهور انت ربحت الماتش نتاعك احنا خارجين على رواحنا ما عندنا حتى علاقة راهو بلا بلا لباش ولا حتى شيء ماناش عارفين اصلا شنو اللي صاير فهمت هو فرمون باش معناها بتاع الـ بتاع الـ ما نعرفش تكون الجروب معناها بتاع الترجي رابط على الباب اللي احنا منين ندخلوا فيه احنا الباب هذاك تمام دونك احنا متعدين على ارواحنا خويا صار بتيتر يقول لك الجواريت اللي توال باش تهز باش ولا باش تعمل كروا فتح من الجمهور وتعدى ونجزوا معناها وصارت كل شيء واحنا دخلنا للفيتير والله العظيم صدقني دخلت للفيتير لاني عارف شنو اللي صار معناها شفنا كان معناها نشموا في ريحه الغاز ولا كريموجين ودنيا والمعنى والامنيين دخلوا للواحد اعطينا الباص والجواريخ نتاع الترجي معناها تحافنا بالليل الاولاد رجعوا باص واحنا والله في بالنا شنو اللي صار جمله معناها قلنا للفيستير وماليش فاهمين شنو اللي صار فهمت تدخل من الباب هو ديجا الباص هابط من فم وهما خاطر دخلوا تبعضها جمهور يجيب منها وما تعرفش وعبيد اللوطه وما ساعه اول حاجه باش نتكلم فيها ما هي ظروف تاع ماتش كيفاش احنا نلعب جواريخ وفما جمهور النقطة هذه كيفاش معناها مانيش فاهمها راه كيفاش أنت تلعب جمهور ماشي تلعب في سيرفيس وفما جمهور وراك النقطة شو يعمل غادي الجمهور؟ احنا في قانون البولي معناها محميين راه ما فماش حتى حد ينجم يدخل النقطة أخبار الصحافة وأخبار الجوارات والمسؤولين ما عندكش حتى حد ما فما حد ينجمش يدخل غادي كيفاش الجمهور يدور النقطة بتاعك؟ وانت ياك واحنا داخلين معناها باش تدخل معناها للفيستير يا اخي بالطبيعه باش يعرفوك جمهور غادي يا اخي انت باش يسلموا عليك بالحمله معناها انت جوار غادي وانت فما جمهور واحد جمهور تترجي غادي فهمت اسمعني في ايمن راهو يعني باهي تخلص له يا مروان هي تخلص له يعني انتهت المباراه وفاز الترجي وانتم كم لعبيت النجم الرياضي الساحلي دخلتوا للفيستير ما كان ثم حتى نيه ولا حتى مثلا هكا رياكسيون اشو ولا على اعصابكم ولا خاطر خسرتوا مسار حتى استفزاز ومسار هو مجرد سوء تفاهم لا غير هذا معناتها ملخص ما تقولوا انت مروان انا اللي حبيت نفسره خويا ايمن اللي احنا نلعبوا في مباراه نتاع كره طايره وفي رمضان ما عندنا حتى مشاكل بيناتنا معناها كالجوارات تاع الترجي ما عندنا حتى مشاكل وكل اصحاب وبعد نخرجوا مع بعضنا معناها وكل مع بعضنا فهمتني تمل الماتش ربحوا على ارواحهم يعطيهم الصحه احنا روحنا مروحين على ارواحنا دخلنا للفيستير الله اعلم شنو اللي صار غاز ولا كريموجين وامنيين واحد برا الاول شنو اللي صار ديريكت ونروح انا مروح في الدار خويا الميساجات معناها المنتجات اللي جاوني وتليفونات اللي جاوني ومروان ونعملوا معناها وحتى الوالد الله يرحمه معناها واحد في رمضان معناها تشوف انت المنتجات اللي جاني ولا تليفونات معناها يسبوا لي في بابا مدرستي معناها شوف كيفاش معناها وين وصلنا لمرحله احنا ما عادش تحكي على الكور لان ما عادش نحكيو على الكور واضح مروان واضح جدا هذا مروان مرابط حبينا نفهمه من عنده خاطر البارح الاصابه التي هم كلها وجهت الى اللاعب رقم 13 اللي هو مروان مرابط به يتفاعل معي هشام الكعبي مساعد مدرب الترجي الرياضي التونسي يقول لي سوني با فغي سو كيل راكونت لو جوور مروان مرابط اذا كان ثم اي حد يحب يدخل من الترجي الرياضي التونسي هشام هاني قاعد نقراك في ميساجك في الاون ديريكت اذا كنت تحب تدخل معنا فما حتى مشكل خاطر ديما نحبوا ناخذوا لي دو فيرسيون اونترتون باش نتصلوا بقيس زويغي حول اصابته في الراس كنا تحطوا عليها نعيم بربط شنو عندي باش نسالك معناتها ماذا بين نسالكم انت وشكري على الامور الفنيه والتقنيه وكذا لكن مالوريزمون القارو احنا اليوم نحكيو بالحق معناتها توم جوريت فوت ما زاد راهو اليوم نحكيو على القاعات الحقيقه فماش علاش باش نخافوا منها خويا صاله البجاوي في صفاقس صاله الاولمبي بيسوس صاله الزواوي وصاله الجورجاني فريمون قاعات رياضيه ما نجموش نلعبوا فيها مباريات رياضيه بحضور الجماهير بالمونتاليتي نتاع الجماهير اللي موجوده مش معناتها الجماهير بهم عليهم لكن كل ما يتلعب ماتش فيه اونجو في الجورجيني تاكل بعض
كل ما تصير ماتش كلاسيكو ولا ديربي ولا فيه انجو في الزواوي مهما كان هوند فولي بنات نسى واتر بولو تاكل بعض. كل ما تصير حاجه في رائد البجاوي في 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 سوسك نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء يتعاود على الناس الكل سكين با نورمال دو تو. معناتها مش عارف شنو هي حجم حجم الكارثه تصير اكثر في صاله مسكره اكثر من استاد نتاع كره. راه الناس اللي تفهم واللي تعرف تعرف انت توا لما تكون صاله مسكره وتضرب فيها بومب كريموجين وتضرب فيها بالغاز خلي عادك التعامل الامني لا معناها فريمون معناها شيء شيء كبير. وهذا كما قلت لك قله التنظيم لما تبدا تلعب في مقابله كما هوند ولا فولي ولا باسكيت والكم الهائل نتاع نتاع الناس اللي تبدا في الصاله اللوطة قبل ما تبدا المقابله هذا كل باش يخلي بعض الاجواء مشحونه. وخاصه هذا هذا نلعبوا فريق بجمهور واحد ايمن ماناش نلعبوا معناها بجمهور لتوار جمهور اسبيرانس فرد صاله يا خيبه المسعى كان يزوج جوز جوز جماهير فرد صاله فهمت. دونك شيء شيء حزن شيء يتعب المخ معناها تتخيل معناها نهار اخر واحد باش يهز ولاده ولا باش يمشي يتفرج في ماتش نتاع كوره ما يحبش يمشي يتفرج على الماتش نتاع الكوره ولا الماتش نتاع فولي يبدا يخدم في مخه اسكو باش بعد المقابله ولا في وسط المقابله باش تاكل الدنيا بعضها وتصير الاحداث هذيا. دونك الفو ميو واحد يقعد يقول لك في داري نتفرج على روحي انا وصغاري ومرتي ونتفرج على ماتش نتاع كوره وانا وتقلل الناس الماشيه الماشيه للصادات والصالات شيء حزن فريمون. شكري ماتشويت الفولي ماتشويت الهوند ماتشويت اللي يصيروا في الصاله معناتها الاعتقاد اللي ديما يسخيبوه العبيد انه سامحوني في الكلمه انظف شويه من الكوره حتى الكاليتي نتاع العبيد حتى الكاليتي نتاع الجمهور حتى الكاليتي نتاع الملاعبيه راهو ذا امتداد للي صاير عامله. راهو مروان هو علاش يتكلم توا عامله وراهو مروان مرابط راهو هز كرسي ويضرب معناها في 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 سفيقس في ماتش سفيقس نتاع الفولي معناتها وكلا خذا عقوبه كبيره كبيره برشا به. كذلك عمناول ديربي الباراشوت شعر لا طاح ارواح في قاعه نتاع رادس الجورجاني عمناول الزواوي ما صالت سوس كل مباراه ترجي والنجم الرياضي ساحلي نفس المعبوك البوغان مي يستفز والاخرين درا شنو يعمل الفولي يرجعوا لهم في الزواوي ومن بعد يرجعوا لهم من غاديك وكليت بعض زاد ديرنيير مو بين الكلوب وليتوال في سوس نفس الشيء نفس المعبوكه ونفس الحكايه قاعده تتعاود وتعامل الاملي بطبيعه معناتها تعامل الاملي تقول له عسلي ما يضربك بالكليموجين وفرغ الصاله وكا ومعناه مشو مش تحكي بالله في المواضيع هذه لانه الحقيقه لو هو يعبر على باش يقول لك يعبر على غضب الناس يعبر على مشاكل اجتماعيه تدخل تلقاهم في الصاله. الحقيقه المشاكل هذه موجوده معناها منذ مده يظهر لي الحل الوحيد انه تكون يظهر لي امور اكثر رضعيه بالنسبه للجماهير. شوفوا يمكن قبيله نقرا شويه ودي تحكي على الجماهير دخلت نقرا شويه على العقوبات اللي رافقت معناها مقابله مصر والسنغال اللي في تقريبا في كاس العالم قعدت تشوف شويه في الانواع نتاع العقوبات السجن خطيه ماليه معناها فما حاجات اللي تنجم يمكن احنا بتتر في بعض الاحيان الجماهير يمكن كي تولي امور ماليه ولا امور ردعيه قويه بتتر وقتها نجم نسيطر شويه على الجماهير لانه في الوضع الحالي صعيب راه تسيطر على الجماهير صعيب برشا وي وتفهم هيتي لومبيونس كي واحد يتدخل ديريكت حق الرد تفهم من حق الرد نتاع التليفونات تبدا ديما الامور واضحه. موجود معنا في المباشر كي تعطي رايك حق الرد بتاع السبان زاد هشام الكعبي مساعد مدرب الترجي الرياضي التونسي مساء الخير مرحبا هشام. مرحبا بك ايمن ومرحبا بجميع مستمعي افلام. مرحبا بك اهلا وسهلا وفاتنا ومش حق رد توضيح والا توضيح احنا لهنا ساعه اول حاجه ايمن ماناش موجودين باش نزيدوا نصبوا زيت على النار. واحنا كمسؤولين انا توليت مسؤول ومساعد مدرب في الترجي الرياضي التونسي من مسؤوليتي اني نهدي الاجواء ونرجعوا قيم الرياضيه وقيم الروح الرياضيه للرياضه التونسيه اللي تقدر في الايام الاخيره. انا قلت لك بعثت لك ميساج يا ايمن قلت لك راهو سوني باس الكلام اللي تحكيه ماهوش صحيح وعندنا الفيديو وعندنا الفيديو. احنا الشيء هذا باش نترفعوا عليه واللي عمل اللي عملنا راه اترف. لكن هذا الشيء اسكو باش يرتقيب الرياضه نتاعنا؟ اسكو باش يطلع النيفو نتاع الفولي بول ولا سبورت بصفه عامه؟ يا ولدي ارجعوا رشدكم كسوا ملاعبيه ولا مسؤولين ولا جمهور ولا راهو الرياضه في تونس ماشيه وتموت راهو النيفو طاح راهو لا اخلاق ولا رياضه.
فانا لا نشجع على العمق ولا زاد ما نسمحوش لان روحنا باش نعملوا شيء هذاك. وانا راهو ايمن من اول الناس اللي نحمي نحاول نحمي اي واحد يدخل صف الصباوي ويعرفوا الكلام هذا. الناس اللي تحكي في الراديوات ويقولوا من بعد راهو خطينا وراهو عملناش ولا درنا شنو. دونك احنا ماذا بينا ميساج الناس كل جاه ربي راهو سبور حاشيكم معناها مش نقولش كلمه خايبه ما تجيش مسطاج في الراديو، لكن ما عادش السبور الكلين اللي نلعبوا فيه الناس شيخو ناس سيدي رمضان شايفين لونجو ما فماش لونجو كبير. اسبيرونس نجم نقولوا براتيكوني شامبيون ما فماش علاش رانا خوات رانا لعبنا انا ونورتين حفايد ولا محمد سليمان الاونترنيور تاع ليكوان خوات اللي بينا في ليكيب ناسيونال مع بعضنا مثلنا دراب وتونس مع بعضنا ناس لعبنا على دراب وتونس مانيش باش نتعاركوا توا ولا باش نتخاصموا ولا باش نتخاصموا. هشام انت قلت اللي قالوا مروان مرابط ماهوش صحيح، يعني شنو صحيح؟ يعني الفيرسيون اللي كانوا موجودين في الزوري الكل هو انه حاول يبروفوكي وعندنا عندنا فيديو ولا فيرسيون صحيحه شيك العز هو ما نعرفش شكون اكزاكتومون مي فما جوار من ليتوال حط ياخذ باش نتاع جروب نقول في اسبيرونس بعد ما كان الماتش وقت اللي هما خارجين للفيسير يعني وقت اللي هما خارجين تعرفوا الجروبات الالترا راهو معايا ما يفلكوش مع باشيتا معناها ما يفلكوش. دونك احنا هنا سير دخلنا الفيسير تاع ليتوال جون سيمون ربي كان عندكم الباش رجعوا وقتها وفات الحكايه وتلمت فيها الحكايه والناس كل روحت لاباس وخيان زاد روحنا لخيان لاباس راهو خيان دي هو زاد اكد قال الملاعبيه في الفيسير ما صار حتى شيء معناها، لكن ونيفو نتاع الجمهور ومحاولات انه ثمم جماهير الترجي حبوا يقتحموا الحجرات الملابس كرده فعل للمحاوله نتاع انه حاب ينحي الباش ونعرفوا في الجروب الترا انه كي تنحي الباش يعني يتحل الجروب وكذا معناها في لي مونتاليتي. لا لا الحقيقه ما وصلوش هما الحجرات الملابس فما لم كل شيء واحنا زاد موجودين غادي ما نخليو حتى حد يمس حتى واحد في هذيك ضيوف على عيننا وروسنا. صار انا سيدون اللي هو معناها الكود نتاعو معروفه. احنا انا واحد من الناس راهو ميساج هاي راهو وين عنا باش نوصلوا باش هي هذايا يا اخي رانا في بلاد واحده انا تويسه مع بعضنا انا صحيح فما جمعيات تنافس وكل شيء لكن نرجعوا كما كنا قبل. وضعية نتاع بلادنا خايبه وزيد الناس متازمه وزيد كي باش يجيو يتفرجوا في سبور يزيدوا يلقاو مشاكل وعارك وكل شيء كيفاش نهرموا صغار وباش نخرجوهم من الاجرام ومن الانحراف ومن الواحد. نهرموهم بالسبور باش يوليو يتفرجوا في العرس. واضح جدا هشام الكعبي مساعد مدرب الترجي الرياضي التونسي داخل معنا وحب يوضح بارابول المداخله نتاع مروان مرابط. شنو نجمو نحوصلو ونعملو الملخص تاع الموضوع هذا باش نحكيو بلاي اوت باهي. هانا اليوم عملنا العنف في الملاعب حاولنا نتصلوا بقيس زويغي كان من المفروض عطانا الكور نتاعو باش يدخل لكن مقبله قاعدين نتصلوا به ان شاء الله من اخير خاطر مش قاعد يهز علينا في التليفون. نحكي على قيس زويغي مدرب ترجي جرجيس اللي كان تعرض البارح للاصابه. الحوصله نتاع هذا باش خرجنا معانا قيس زويغي يقولوا لي معنا قيس زويغي باه ما خلينا ناخذوا من قيس زويغي ونسكروا كل شيء. قيس زويغي مساء الخير مرحبا اهلا وسهلا. اهلا بك خويا ايمن مرحبا بك مرحبا بالمستمعين كلهم. مرحبا بك اهلا وسهلا شكرا على قبول الدعوه. ساعه قبل كل شيء طمنا على الحاله نتاعك لانه التصاور اللي شفناهم البارح والفيديوهات الحقيقه تصور صادمه باتم معنى الكلمه. الحمد لله ما قدر الله وما شاء فعل. صار الاصابات البارح بعد الاصابه الحمد لله بقات شويه وجيعة شويه قلقكم اليوم ابرك شويه. وشنو اللي صار شنو الاسباب معناتها علاش؟ والله ما فما حتى سبب يعني المباراه بدات عاديه في ظروف عاديه ما فما بزايد جمهور فما ضغط طبيعي مقابله ما نقولش مصيريه ما نقول مقابله مهمه خاصة قناة القفصة ما احنا مقابلة ما عادية كيما أي مقابلة معناها نحبوا نفوزوا نحبوا نعديوا مقابلة باهية مع فريق محترم. الشوط الأولاني طبيعي تعدى طبيعي فما حاجات عادية في المقابلة أنه سبان بروفوكاسيون حاجة من الجمهور طبيعي معناها تصير في الميادين الكل.
الشوط الثاني واللي بعد ما سجلنا الهدف، واللي اهم شيء انه احنا كنا في المقابله فنيا معناها كنا خير من فريق هوا في القفصه، كنا اخطر من فريق هوا في القفصه، فتات هما البريسيون كانت عليهم كبيره برشا، ما قاموش مقابله طيبه، معناها اللي يفهم الكوره واللي كان يتبع في المقابله يعرف اللي صعيب انه القوي في الدش في لعبنا البارح، نتصور هذاك خلى يمكن فئه من الجمهور انه تخرج على سياق المقابله وعملوا اللي عملوه. سمحني على السؤال، والله العظيم مش نعرف ماذا بيا معايا مدرب نسأل امور فنيه أي. تكتيكيه أي. سمحني أي. قديش من غرزة البارح غرست قيس؟ 8 غرز ثمانية غرز اي والله عادي. شوف انا معناها نعرف اللي في الكوره معناها المفروض ما تصيرش حاجات كيف هناك، نشوفوا في استعدادنا تمام. فئة دي ما نحبش نربطها بقفصة ولا بمقابلة البارح، موجودة بارتو في الليج دو، موجودة في الليج ان، لا حتى في النصف حتى في حيد حتى في وفي الفولي وفي الهوند، هذاك شكون نحكيه في الرياضات الكل فما فما فئة ماهوش الجمهور الكل باش نكونوا معناها نعطي كل واحد حقه، فما فئة مالوريزمون ما حبش تتطور، ما عندهم حقد، عندهم ما نعرفش انا توجه للمشاكل هكاك جراتيفمون، معناها احنا فريق ما عادي نحبوا نلعبوا كره، ترجي جزيز فريق معناها عنده اسمه، معناها ما عندنا حتى هدف لشكون يطلع لشكون يقعد، والله صدقني بطريقه طبيعيه معناها لا عندنا حتى خلفيه، وابريتو هذا معناها مدرب نخدم على روحي، الناس تقيمني بالتيرا وبالريزلتا وبرضو الفريق نتاعي، مالوريزمون صارت الاعتداء، صار تقييد الاعتداء هذايا في الرابور دو ماتش، تم تعيين حسب معاينة هو للاسف معناها الاربيتر حتى بامور انسانيه ما با جاش طل معناها جا شافني معناها هو المتواجدين في الميدان الكل جاوني شفتهم وما شفتهمش معناها حتى بعد ما وقع اسعافي الناس كل جات تطلت لي حكيت معايا معناها طلبوا مني سماح معناها عاديه معناها حاجه عاديه ما الا طاقم التحكيم للاسف حتى انا كنت ما ندخلوش في معطيات نتاع مقابله وقانون وواحد حتى انسانيا معناها ما با كلف روحه باش يتحول يشوف الانسان هذاك العبد هذاك معناها لاباس موش لاباس وفي ورقه التحكيم ما حط حد شيء وكان معناها كونستاتاسيون والله بدون تعليق ما عندي ما نضيف. يعطيك صحه قيس زويغي ان شاء الله باللطف اخويا قيس السلام عليه اي خلينا نشوفوا شويه افعال قيس زويغي معناتها راهو في بالكم لي قيس زويغي راهو لاعب سابق تاع نجم رياضي ساحلي لاعب دولي سابق لاعب دولي سابق عنا برشا خاطر برشا تيتروات قيس خونا وصاحبنا ولعب معنا فرجينا راسيون سي عسلام قيس نعيم معك اهلا بك شنو حالك طمنا عليك شنو لاباس خويا طمنا عليك لاباس كيما قلت لك قيس معناها فرد جينيراسيون تاعي انا وشكري لعبنا مع بعضنا اكبر مني اكبر منكم شويه شنو لا قيس انا وياه قيس قيس صحابو هيثم خويا قيس جينيراسيون هيثم خويا قيس انا وياه براتيكمون ديد لعبنا برشا كريستيانو مع بعضنا بالجينيور اولمبيك وهاد كل شيء نتمنى له ان شاء الله الشفاء وانا سمعت الموضوع كلهم اللي غاضني اكثر واكثرين اللي سمعت توا الاربيتر اللي كونه ما تحاورش حتى باش يشوف قيس فريمون شيء معناه يحزن معناه حتى في اوروبا تصير اي حاجه عندهم والله مستغرب والله خطر والله حتى محرز المالكي هو الحكم نعرفه شخصيا شويه معناتها صار شويه تفاعلات هكا وكذا نعرف والله العظيم سيد باخلاق كبيره ياسر يا سي محرز المالكي يفسر لنا معناتها راهو فريمون حطني في حرج معناه والله العظيم لا شوف اخضر والله مستحيل بقاني نحكي على حكم في بعض الاوقات وما نكثرش مره بيه ما نكثرش نتصور خاف البارح الحقيقة معناها أنا كنت نتصور أنه معناها ربيت يزفر في الرابط المحترفة الأولى عنده اكسبيريونس وتبارك الله عليه ويزفر برشا مقابلات كبيرة خاف في وسط الاستاد يهز تليفونه ويكلمك بعد الماتش بعد شقان الفتر ولا ليه شنو عندك ما تعلق جوست شكري ونكمل مدير الشفاء خويا الخونا قيس خويا إن شاء الله باللطف إن شاء الله ذاك حد الباس هذا والله تصدمت كي شفت الفيديوهات وتصور في باليش باللومبلور هذيك معناها اللي صار سامحونا ما نجموش نعطيوهم خاطر انا متعودين قيس وانت تعرف ذوليا كم لاعبين زاد متعودين شوية اما بالطريقة هذيك
الحقيقه خاطر يودي نتاع موت يا راه نتاع تهز الارجانس تهز دخل الكوما الحمد لله الحمد لله جاتك باللطف خويا وهذاك حد الباس يا خويا يعطيكم الصحه ربي يفضلكم. سلوك تكوير يا قيس سلوك تكوير خلي يبرس يا عقبل يا قيس صبر وسلوك تكوير في رمضان ان شاء الله. واضح جدا قيس زويغ مدرب ترجي جرجيس كنت معنا في المباشر باش نرجع لك شاكر ونقول لك شنو الخلاصه اللي نجموا نستنتجوها بعد ثلاثه تليفونات اللي ورا بعضهم اللي خديناهم تو. قول لك حاجه ايمن نخرجوا الكوب ويروحوا وما اللي تحب انتم ما بالحق معناتها تكلم قول اللي تحب صدقني لن يتغير شيء وراه باش تزيد تصير الكوارث الاخرى وباش يزيد مادام احنا نسمع ومازلنا نسمع للحظه هذه بين مسؤول في الترجي ولا هشام الكعبي والملاعب نتاع الاتوال اللي هو مروان مرابط واحد يقول لك انا ما عملت شيء والاخر يقول لك لا راهو عمل وماناش نحكيو على الكارثه اللي صارت معناتها نحن نحكيو نفرقوا في الاتهامات شكون غلط وشكون صحيح. تمشي تو كان تمشي لجماعه جرفسه جمهور جرفسه قلت مش احنا ضربنا تقول لك شكر الزوير مش احنا فرح واحد وضرب روحه ولا ضربوه اصحابه ولا معناتها فينا المو راهي لابروش غالطه اليوم الحقيقه كملوا واصلوا اقعدوا هكاك زيدوا معناتها حجر زيدوا دخلوا الجمهور كيما جا زيدوا العبوا المقابلات كيما جا زيدوا اعملوا اكثر من هكا وخلي وقت اللي باش تصير الكارثه الله لا يقدر خاطر راهو باش تصير الكارثه راهو ربي يلطف بيك وقت اللي انت تبدا لاطف بروحك اما انت تجي تعمل وتزيد تعمل وننبهوا واسناء وعام جاي والموسم هذا وفي البطوله هذه وفي البطوله الاخرى وفي القاعه وفي الملعب وفي الصاله وقدام الصاله وقدام استاد وفي الباركين كل عام تصير الكوارث هذه احنا لليوم ربي ساترنا ان شاء الله يقعد ربي ساترنا اما راهو لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. هذم ناس مش قاعدين ياخذوا في الدروس في كل الرياضات في كل الملاعب في كل الجمعيات في كل الجماهير دون استثناء مالوروزمون قول لهم واصلوا واللي باش يعمل ربي هذاك هو تاو زيد خاطر باش نقعدوا ندوا ونقولوا راهو عيب ولا صاحبي ايمن تزدمر لا لا بالحق معناتها فما شو مش الزمت خط ال ما عادش تلقى شنو تحكي نفس المعامله نتاع الدربي نفس المعامله الامنيه نفس المعامله نتاع الامن نفس المعامله نتاع الجمهور نفس لي ريكسيون من الملاعبيه نفس لي ريكسيون من وسائل الاعلام شنو باش نعملوا شنو اللي تبدل فماشي قانون جديد فماشي واحد توقف افي فماشي واحد تعلق افي فماشي واحد اخذت فيه وزاره الداخليه قرار قالت راهو السيد انا مثلا تحب نعطيك حاجه يا خويا السيد اللي ضرب قيس الزويغي بالحجره يلزم نلقاوه ماهوش سامحني ماهوش فانتوم ماهوش جسم غريب ماهوش كائن فضائي القاوه في الملعب يا خويا بوليسيه موجوده فما معناتها الكاميرا مصورين شهود عيان فما كل شيء يا خويا دبر راسك شنو واحد يضرب بحجره مدرب يمشي يخدم على روحه يلقى روحه يروح مع تقريبا لا قدر عليه معناتها ثمانية غرز ولا المرة الجاية يلقى روح ولا يقدر تذكر ماتش ولا يقعد اسبوع ولا اثنين في السبيطار اللي ضرب ديمتري بايت بالواحد ديجا جابوه عقبوه اربع سنين ما يدخلش الستاد ولا قداش عظيم يا ولدي هات خلونا شكون ها السيد هذا والملعب اللي قبله وفي في في قاعة الزواوي شكون وفي قاعة البرجاني شكون وفي سوسه شكون عاملين الماتش صفاقس والاتوال في الفولي اللي تحكي عليه شنو هما القرارات من بعد شنو القرارات شنو القرارات شنو هما القرارات شنو حتى قرارات إعادة المقابلة تو نعاودوها مش مشكل ما صار شيء نعاودوها من غير جمهور هذم هما القرارات وشويه ماتشويت ويكلو اللي هما ديجا تبعتهم حتى كان مش ويكلو ما يجيش فيهم جمهور حتى لو كان مش هذا معناتها فينا المو علاش نقول انا سامحني زروق واصل وكاهو سي بون كملوا يخدموا على رواحنا وانا نحن تو نتكلموا هما تو يخدموا هما تو يضربوا بالحجر واحنا انا نحكي والقرارات ما فهماش والقرارات ما فهماش والحاكم نفس المعامله الامنيه والرابطه نفس المعامله الامنيه والمداخلين الكل نفس الرياكسيون وانا ما خدتيني وحتى كيسيروا بلغ في جوست باش نعطي كلمه فكره باش ما تهربش حتى وقت اللي يصيروا قرارات نتاع مسؤولين افي ولا مدربين افي ولا ملاعبي افي تو نجيو نحن راس العام هكا اعفاء للناس الكل هاي بوس خوك وما صارش فهمت شنيا وما قصدش وبوس عمك وبوس خالك وما صار شيء يعني حتى اللي باش تجي في مخه يقول لا نتعاقبش افي يقول لك حتى كان باش تعاقب افي شهرين ثلاثه تو فيدراسيون يعطيونا عفو تشريعي عام معناتها كيما شوف لازم فما قرارات وفما ردع واهم حاجه ما عادش فما تدخلات ها نقول لك صحيح خاطر شيء هذا عشناه نحن في الكوره ما عادش فما تدخلات ما عادش فما تدخلات يا ودي عمل لي خلص عمل لي خلص تو السيد كما قال لك هذا يخلص فماش انا مسؤول نهز تليفون ونكلم انا
زيد ولا عامر في 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 سلك امني بربي ولا في سلك قضائي بربي يسمع راهو عنده ام ولا عنده ابوه مريض ولا عنده كذا. شفتوا التصاور تاع قيس زويغي؟ شفتوا تصاور بجاه ربي بجاه ربي هذيا ماهيش محاوله قتل، هذيا محاوله قتل يا ولدي يا ولدي. هكا كيف محاوله قتل يا ولدي؟ محاوله قتل هذيا شنو حاجه محاوله قتل؟ والله الموضوع اللي نحكي فيه قبيله اللي قلت لك مقابله السنغال ومصر تو عاودت نرجع في العقوبات، معناها اللي كانت وضعت الحكومه المصريه قانون العقوبات ردع الشعب في المباريات، منهم معناها شو القانون قذف والحبس لمده عقاب السب والقذف بالحبس مده عام، اذا كنت سب تقذ عام اضافه الى غرامه ماليه قدر 3000 جنيه فيما تصل عقوبه تهديد اي شخص داخل الملعب بالسجن لمده سنه و100 الف جنيه. معناها هذه مصر اللي مصر. اللي ديما اقل منها في مصر بالعنف. معناها انت لانك باش تشوف بليسي واحد في وسط الملعب حجره ولا بدبوزه ولا باي حاجه باش تاخذ عام حبس و100 الف. معناتها اللي ضرب بحجره يمشي يشق فتره مريجل. هي عباره انت والمدرب اللي جاي يخدم على روحه يروح للكلينيك ونفس الكا والبارح زاد مقابل مش مشكل امه تتفجع عليه واولاده مش مشكل وعادي ما صار شيء غدوة تعود تلعب قفصة ونعملوا لها ماتش. لا هو راهو تلقاه يبدا زاد تلقاه فخور بروحه. ايه يقول لك يقول لك اه جات في راسه اه درا شنو يمكن هو ممكن يسمع فينا هو تو يقول اغزر قاعدين يحكيوا عليه في البلاتويات يحس بفخر واعتزاز ونشر. صحيح صحيح. فاصل ثم نعاودش نحكيوا على البلاي اوت نتائج المقابلات اللي تلعبت اليوم العشية وكذلك البارح مباراة مستقبل سليمان ونادي البنزرتي. رمضانكم مبروك، كل يوم نجيكم يا فام احلى غاديو. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع. دونك كنا نحكيوا على احداث الزواوي البارح، احداث قفصة البارح وكذلك احداث مؤسفه اللي كانت صارت في مباراه سبورتينغ المكنين وجمعيه جربه، عنف وفوضى واعتداءات واشتباكات وايقافات. نعم ثم جماعه عدوا الليله في المركز ملاعبيه، نحكيو ملاعبيه ومدربين، نحكيو على قائد فريق جمعيه جربه متواجد بمركز الامن الوطني بالمكنين. حاولنا نتصلوا باعضاء من جمعيه جربه ما تمكنناش نتصلوا به حتى حد. البلاي اوت اذا النتائج، مستقبل سيمان انهزم ضد نادي رياضي البنزرتي هدف مقابل صفر، نجم متلاوي فاز على اولمبيك سيدي بوزيد 2 مقابل 1 وامال حمام سوسه، ملعب التونسي كذلك بنفس النتيجه فوز الملعب التونسي اون ديبلاسمون ضد امال حمام سوسه 2 مقابل 1. انفراد بالصداره شكري الزعلاني للملعب التونسي 14 نقطه قدام نادي بنزرتي 11 النقطة. نتائج قاعد يكونفيرم الملعب التونسي نتائجه طيبة في البلاي اوت. صحيح الكونفيرم سلتو معناها مقابلة اليوم اللي كانت من الفرص الأخيرة الحقيقة للملعب مستقبل سليمان. لا بالنسبة أمل حمام سوسة، أمل تغيير مدرب جديد الحقيقة مقابلة اليوم أمل حمام سوسة معناها يقدم مقابلة محترمة، لكن بتحس أنه فما فرق كبير في الكاليتي الجوار معناها مقارنة ملعب التونسي وحمام سوسة. ملاعبية تاع الملعب التونسي الحقيقة صنعوا الفارق مع المدرب حمد الدو، توظيف الملاعبية شفنا مقابلة اليوم يظهر لي قدم مقابلة محترمة أمل حمام سوسة، لكن لقى منافس قوي قدامه اللي هو الملعب التونسي مع ملاعبية اللي عندهم إمكانيات كبيرة. هيثم الجويني حاسم كالعادة سجل الهدف الأولاني وباسور في الهدف الثاني، بالرغم أنه أمل حمام سوسة معناه كما قلت يظل ما قصرش مقابلة اليوم، أعطاه كل ما عنده حاول أنه يفوز بالنتيجة على الأقل أنه يكون حتى بنتيجة التعادل. بعد ما تسجيل الملعب التونسي الهدف الأولاني الملعب أمل حمام سوسة عدل النتيجة معناه بعد بدقيقة، لكن الملعب التونسي في الأخير معناه تمكن أنه ينتصر ويواصل سلسلة النتائج الإيجابية نتاعو. كما قلنا هنا الملعب التونسي ذولي الأوبجيكتيف نتاعو أنه يكمل في المرتبة الأولى، هذا كرد اعتبار أولي لجماهيره لأنه الحقيقة ما كانوا في الملعب التونسي ظلم نفسه بوجوده في مرحلة البلاي أوف يظهر البلاي أوت، ولكن معني عدم وجوده في مرحلة البلاي أوف وكما قلت يظهر لي أقل حاجة زاد أنه يمشي البعيد في مسابقة الكاس نوعا ما باش يرد الاعتبار لجماهير نتاعو.
الملعب التونسي فاز على امل حمام سوسه اللي موجود باربع نقاط رفقه اولمبيك سيدي بوزيد في المركز قبل الاخير. كذلك وضعيه صعبه جدا لمستقبل سليمان اللي انهزم البارح ضد النادي الرياضي البنزرتي في ميدانه في سليمان بالذات هدف مقابل صفر. امين الكنيش مساعد مدرب مستقبل سليمان اسمه تصريحه بعد المقابله. عملنا مباراه محترمه على سيفتو لي بلون، خلقنا برشا فرص معناتها تقريبا سيطره مطلقه على كامل المباراه. ضربه جزاء ساريف معناتها اي لاعب في العالم كله يضيع ضربه جزاء، فرص بالجمله كره على البار ما نعرفش انا معناتها برشا فرص ضاعت الله غالب معناتها على حول الله بالمسار. مازالت البطوله طويله ومازالوا 6 مباريات ومازلنا ساقين على القاع نخدموا على رواحنا، ما عندنا حتى حل اخر معناتها كان نخدموا على رواحنا وان شاء الله بحول الله فما كان الخير معناتها. هذا إذن مساعد مدرب مستقبل سليمان اسمه زياد زيود مساعد مدرب نادي رياضي البنزرتي في تصريحه في ميكرو زميلي مهدي العيدي. الاولاد معناتها الديسكور نتاعنا معناتها كانوا حاسين معناتها حابين الماتش نهديو للروح سرعه بمباراه الحمد لله ربي وفقنا وتحصلنا على 3 نقاط. المقابله اليوم كانت كيما ما دخلناش كيما العاده صارت معناتها مي فورم تاع كيلكو جوار اضطرينا باش نعملوا كيلكو شانجمون. هنا كري معناتها ديزوكازيون ابري لي شانجمون هذوما ما توفقناش ربي باش نسجلوهم. قعدنا صابرين اونجير لو ماتش كوم الفو في ال 15 مينوت دانيير 15 مينوت انا في دو شانجمون اوفنسيف سيدو سو الحمد لله جابوا لوك نتاعهم. هذا إذن مساعد مدرب النادي الرياضي البنزرتي سيبي 11 نقطة مستقبل سيمان يقبع في المركز الأخير برصيد 3 نقاط. مساعد مدرب يقول مازالت البطولة طويلة مازالوا 6 مقابلات ومازال ينجم يدارك مستقبل سليمان. توافق وجهة نظر ولا صعب شوية الحقيقة؟ ما نوافقش 100% خاطر تعرف كل ماتش وعنده حقيقته وكل بوان ضيع في بلادك عندها حقيقتها عندها الليغا نتاعها سورتو كما قلت لك معناها سليمان حاجتها بتروا بوان خاصه على الميدان نتاعها باش ترجع الروح وترجع الثقه في المجموعه وترجع الثقه في الاطار الفني والجماهير كما الناس كل تعرف معناها الظروف اللي عايشه فيها وظروف الرئيس النادي معناها حاجتها بتروا بوان. ما تنساش اللي ماتشوات كيما هذوما يمين كي تبدا تلعب واحد كل شيء وتضيع بلانتي في ال 25 دقيقه في الميتون الاولاني باش تخطيك باش تعطيك مارش اخرى في الـ في الـ في الماتش تضيعها تو دانكو تلقى النادي البنزرتي سجل لك بعدها. هي خاصه معناها سليمان صحيح دومينات الماتش كانوا بيان ابليكي الحق كومباكت كلهم يلعبوا مع بعضهم يلعبوا الفوق لكن النادي البنزرتي يلعب على امكانياته يلعب بلوك بار كان الديفونس نتاعهم واقف مليح يلعبوا الباس طويله وسيرتو يلعبوا على الدوزيام بال اللي تيح بعد الكره الثانيه من الديفونس نتاع سليمان اللي استغلوها وسجلوا زوز اهداف خاصه بعد زوز اتاكونات اللي قام بهم الحدوسي في المباراه اللي عطاو الاكل نتاعهم وعطاو الاضافه نتاعهم وهنا صنعت المدرب عرف وقتاش يدخل لي زاتاكون هذم حتى عطاو الاضافه الكبيره برشا للنادي البنزرتي. شكر بعد مرور 4 جولات الترتيب اصبح على نحو التالي على ضوء بالطبيعه النتائج اللي كنا نحكيو عليهم. الملعب التونسي 14 نقطه في الصداره، النادي البنزرتي مركز الثاني 11 نقطه، نجم المتلوي في المرتبه الثالثه 9 نقاط، المركز الرابع بعيد 5 نقاط على اولمبيك سيدي بوزيد 4 نقاط، 4 نقاط لأمل حمام سوسه و3 نقاط لمستقبل السيمان. هل نعتبروا انه البقلاوه والسيابي ونجم المتلوي حطوا ساق من اجل ضمان البقاء وباش تكون زوز ماركس باش نكون بلوتو مركز لضمان البقاء ما بين اولمبيك سيدي بوزيد امل حمام سوسه ومستقبل السيمان؟ هل هكذا هو التوجه ولا مازال بكري؟ مش بكري هذاك هو معناتها خاطر من مرقته بين عشاه كما يقولوا دونك فينالمون ما تنجمش انت بعد ما عديت للي براتيكمون معناتها وصلنا الجورني الجايه داير تتلعب معناتها سي ا بي باش يلعب ضد حمام سوسه سيدي بوزيد باش تلعب ضد سليمان في سيدي بوزيد والملعب التونسي باش يلعبوا مع المتلوي. اذا كان للي وفيه انت معمل على روحك معناتها في الفرق هذوما كيما معناتها مساعد مدرب مستقبل سليمان 18 نقطه مازال يفوز مقابلات الكل معناتها انت باش تربح المقابلات الكل وقت اللي انت توقع تخسر في مقابلات الكل. انا نجم نصدق ونتمنى انك تربح مقابلات الكل اما
شنو هو الحاجه اللي باش تبدل باش تخليني انا نفكر كيفك، والا انت تخلي جمهورك يطمع انه هو الامور باش تتحسن؟ هل فما برشا فلوس باش تجي؟ هل رئيس الجمعيه باش يخرج من الوضعيه اللي هو فيها؟ هل المدرب حتى كان خرج ما تنساش شاكر فما فرق اخرى بالضبط، وانت باش تلعب ضد منافسين، معناتها الحقيقه شويه حتى على مستوى التصريحات شويه واقعيه ماذا بينا تكون في الـ في الـ في الـ في الفرق هذه. اليوم الواضح والاكيد زروق انه الملعب التونسي والنادي البنزرتي تقريبا بنسب معناتها مختلفة شوية. الملعب التونسي بنسبة 90% في الرابطة المحترفة الأولى، ما نحكيوش فيه. السيابي بنسبة تقريبا 70% في الرابطة المحترفة الأولى، أقل شوية نجم المتلوي، والبقية عندهم معناتها نسبة متاع 10-15%. الحقيقة ما تنجمش معناتها نغطيو عين الشمس بالغربال، ما تنجمش في الروتور باش تربح مقابلات الكل. نتمناو هذا إذا كان فما واحدة من الفرق بين سليمان وحمام سوسة وسيدي بوزيد قادر أنه يربح كل مقابلاته في العودة، فننتظروا ونشوفوا. الجولة المقبلة سيناعيم الملعب التونسي ضد نجم المتلوي، أمل حمام سوسة ضد نادي البنزرتي، والأولمبيك سيدي بوزيد ضد مستقبل سليمان. به تم فرض تنجم تصير أنه لو يفوز مثلا مستقبل سليمان على أولمبيك سيدي بوزيد، وإلا أي واحد يفوز من هذو مزوز، وأمل حمام سوسة يفوز على نادي رياضي البنزرتي، الناس الكل قربت لبعضها في الكلاسمون. دونك سيرا ماتش ما تعرفش شنو ينجم يصير. كلام سهل أمير، هي بالطبيعة كلام سهل، فما حقيقة أخرى. غربية سهلة، غربية سهلة، فما حقيقة أخرى، فما حقيقة الملاعبية، فما حقيقة سيدي بوزيد وسليمان دي كونكورون ديريكت، معناتها أي نتيجة تنجم تتوقعها معناتها. صحيح كيما قلت لك، معناها كيما قال شاكر، معناها ما عادش تحكي على الملعب التونسي وعلى السي أ بي وعلى المتلوي، معناها الناس عندهم 9 بوان 11 بوان 14 بوان، اور الاخرين عندهم 3 بوان و 4 بوان، معناها ما سيرتو اللي هما دي كلوب ستابل، معناتها الفلوس موجوده، البريمات موجوده، خاصه ايتم الجويني معناتها قاعد يمركي، هو فماش تغيير مدربين، فماش تغيير، معناتها فينا الموش، شنو هو اللي باش يتبدل عندك انت باهي برشا، وشنو هو اللي باش يخيب في الملعب التونسي والنادي البنزرتي؟ هذا هكا تطرح الامور، معناتها ما يلزمش انت رياكو تاخذ روحك وحدك، عندك ناس تلعب تاخذ الاطار الفني بركه، شوف ثلاثه فرق تقريبا ملعب تونسي نادي البنزرتي والمتلوي يبدلوا المدربين قبل مرحله البلاي اوت، الا باستثناء المتلوي اللي كانت مع وليد الشتاوي، الاخرين الكل سليمان بدلت بعد البلاي اوت الجوله الفارطه، بدلت الجوله الفارطه نفس الشيء، معناها سيدي بوزيد ونفس الشيء امل حمام سوسه كيف كيف، معناها ما فماش استقرار، امل حمام سوسه الاسبوع الفارط يفوز بخمسه ثم اليوم يعاود ينهزم بربي ايمن جوست على بربي هذه خاطر مهمه برشا، سامحني قبيله نسمع في التصريح نتاع مساعد مدرب ملحم ممسوسه يتكلم، قال راهو نحن بعد الانتصار 5 على سليمان حبينا نرجعوا الملاعبيه، قعدنا نخدموا جمعه كامله باش نرجعوا الملاعبيه يسقيهم على القاعه، انا نساله بربي يسقيهم وين الملاعبيه؟ راكم تلعبوا في البلاي اوت وربحتوا حتى 15 مع سليمان، شنو اللي سقيك على القاعه وشنو معناتها شنو هو؟ هاو ما نشحوش هما باش يحطوا ساقين بلعبيه ليه؟ معناتها الطرح غلط، معناتها شنو اللعبيه اسوبوان معناتها فرحانين معناتها عملوا مانتيان ربحت وانت الاخر مازلت، معناتها ما نجمش تكون ملاعبي معناتها غلط في روحه ولا نتيجه غلطته في روحه، انت قول بكل صراحه الملعب التونسي كان متميز واحسن برشا من حمام سوسه، يعرف روحه يلعب الاسبوع القادم ضد الملعب التونسي، وعلى الاقل لعبيه ما تقولهمش والله ساقين على القاعه وساقين ما عرفش وين، معناتها اي ما هو خاطر المدرب باش يسوفي روحه الملاعبيه، لا كره كره شويه الملاعبيه ساقيهم مش على القاعه، هما الاخرانيين في الكلاسمون مالكين جاوا 30 ولا 20 شنو وين يكونوا ساقيهم؟ انت عاشوا ربحت معناتها انت شنية ريال مدريد في البرنابيو معناتها باش تسقيك ما تحطش في القاعه، باهي فكرتك اللي قص عليها خويا نجم تكمل، هو بدا فيها الفكره، هو بدا فيها خاطر اللي قال لك فرق الحقيقه اللي تحسهم اكثر استقرار من الناحيه الاداريه من الناحيه الفنيه هما اللي تلقى موجودين في اعلى الترتيب، نادي البنزرتي الملعب التونسي معناها نجم المتلوي كيف كيف، نجم المتلوي استقرار على مستوى النتائج خاصه ولو انه بدا خايب المتلوي من بعد الديربي نفسه زاد كيف كيف، الحاجه المهمه اللي هما زاد نقاط الحوافز اللي بداوا بها الفرق هذه زاد عطات افونتاج كبير بالنسبه للفرق الثلاثه براتيكمون اللي خذوا نقاط الحوافز هما موجودين في المراكز الاولى. الجولة المقبلة ستكون يوم 27 افريل 3 بعد رمضان، بعد رمضان باش يرجعوا في البلاي اوت بتبيع نحكي، يعطيك صحة شكرا لزاليني، يعطيك صحة نعيم برباط، يعطيك صحة شكرا لكنزاري، شكرا للجميع في المشاهدة والاستماع، شهية طيبة للجميع، ملتقانا ان شاء الله غدوة في سبور بلس انطلاقا من ماضي 3، اصبحوا على خير وشهية طيبة.